بيبدأ فيلمنا النهاردة مع واحدة اسمها نيدي، وبتبقى محبوسة في مصحة نفسية ومعاها ناس كتير بيتعالجوا، وبنشوفها وهي قاعدة بتقرأ رسائل كتير وحاطة جنبها صورة حبيبها، وبعدين بتروح على المطبخ بتاع المصحة علشان تاكل، لكنها بتفضل واقفة قدام الشباك وما بترضاش تاكل حاجة، فبتجيلها الممرضة وبتطلب منها انها ترجع تاكل وتفضل تقول لها كلام كتير، لكن نيدي بتزهق من كلامها وبتزقها توقعها على الارض وبتهددها انها تقفل بقها وما تتكلمش كتير معاها، فبيهجم عليها بقية الممرضين علشان يمسكوها، لكنهم ما بيقدروش عليها وبياخدوها لحبس انفرادي، وبتقعد لوحدها فبتنهار وبتفضل تصرخ، وبتبدأ تحكي سبب دخولها للمستشفى وانها كانت طبيعية قبل كده لحد ما حصل لها حاجة غيرت حياتها. وبنرجع للمكان اللي كانت ساكنة فيه، وهي قرية معزولة عن المدينة اسمها مغالات الشيطان، وبتحكي نيدي ان القرية اتسمت بالاسم ده على اسم شلال عندهم، وان العلماء كانوا بيرموا وسط الشلالات ده حاجات لكنه ما بيظهرش تاني، وبيشكوا ان ليه بعد تاني. بعد كده بنروح لبنته وهي قاعدة تتفرج على التلفزيون، وبيبقى اسمها جينيفر، وبنشوف نيدي وهي بتراقبها من شباك اوضتها، وبعدين بتكمل نيدي قصة حياتها وهي بتتكلم عن حياتها مع حبيبها تشيب اللي كانوا عايشين مع بعض بشكل طبيعي لحد ما جينيفر تدخلت في حياتهم ودمرتها. بتبدأ القصة لما كانت نيدي في المدرسة بتاعتها ومعها جينيفر اللي بتبقى في فريق المشجعات، وبيبقى الطلاب زمايلهم شاكين ان في علاقة مش كويسة بين نيدي وجينيفر، فبتضايقها بكلامها، لكن نيدي بتقول لها انهم اصدقاء مقربين ومفيش حاجة من اللي بتفكر فيها دي بينهم، وبتشاور نيدي لجينيفر صاحبتها وهي بتقدم عرض الرقص بتاعها. وبعد الحفلة بتروح جينيفر لنيدي وهي بتغير هدومها في دولاب المدرسة، وبتبقى جذابة وجميلة جدا، وبتروح تقول لنيدي ان في حفلة روك كبيرة بالليل لفرقة موسيقية مشهورة اسمها لوشيدر، وبتبقى عاوزة نيدي تروح معاها لكنها بترفض وبتقول لها انها ما بتحبش تروح الحانات، لكن جينيفر بتقدر تقنعها تروح معاها. وبتروح نيدي على بيتها علشان تغير هدومها وتنقي لبس يليق على الحفله، وبيبقى حبيبها تشيب قاعد معاها وبيختار لها هدومها وما بيبقاش عاجبه اللبس اللي بتنقيه علشان بيبقى عريان شويه، فبتقول له انها بتلبس اللبس ده علشان يليق على الحفله اللي رايحه لها، لكن تشيب بيقول لها انه قلقان من ناحيه جينيفر ومش مطمن لها، وبيقول لنيدي انها مش شبهها، فبتقرب منه نيدي قوي وبتقول له انهم شبه بعض في كل حاجة، حتى الحاجات اللي بيحبوها بتبقى شبه بعض. في الوقت ده بتوصل جينيفر لبيت نيدي وبتنادى عليها تنزل لها، وبتقول لها تبطل اللي بتعمله مع تشيب. وقتها بتفرح نيدي ان صاحبتها وصلت وبتنزل تمشي معاها، ولما جينيفر بتشوف تشيب معاها بتتريق عليه، وبتاخد صاحبتها وبيركبوا العربية وبيروحوا الحفلة. ولما بيوصلوا للحانة وبيدخلوا بيشوفوا اصحابهم بتوع المدرسة موجودين، فبتبقى جينيفر بنت منحرفة شويتين وبتتكلم مع نيدي عن الشباب بشكل تلقائي، وبتلاقي واحد اسمه رومان جاي عليهم وبياخد السيجارة من بق جينيفر وبيقول لها تبطل الحاجات المنحرفة دي علشان ما يبلغش عنها ولا يقبض عليها، وبيبقى رومان طالب في الشرطة وهيبقى ظابط، فبتقول له جينيفر انت لسه ما تخرجتش علشان تقبض عليا. وبعد كده بتشوف جينيفر الفرقة طالعة على المسرح، فبتقطع كلامها مع رومان وبتبص عليهم، وبتاخد نيدي وبتقول لها تعالي علشان نتعرف عليهم، لكن نيدي بتبقى مش عاوزة تتعرف عليهم لان شكلهم بيبقى مخيف بسبب المكياج اللي بيحطوه في عينيهم وعلى وشهم، بس جينيفر بتشدها من ايديها وبتروح للمغني تتعرف عليه، وبتقول له ان اسمها جينيفر، فبيقول لها المغني ان اسمه نيكولا، وبيعرفها بباقي فرقته، وبتعزمه جينيفر على مشروب يشربه وبتروح تجيبه له. اما نيكولايفا بيتكلم مع واحد من الفرقه وبيقول له ان جينيفر عذراء وانها عز الطلب، فبيقول له صاحبه اتاكد منين انها عذراء علشان يختارها. وقتها بتكون نيدي بتتصنت عليهم وبتروح تقول لهم ان صاحبتها عذراء وعمرها ما وقعت في الحب. بعدها بتسيبهم وبتمشي توقف جينيفر وهي جايه وبتقول لها ان نيكولاي وصاحبه كانوا بيسالوا عليكي وبيفكروا فيكي بشكل مش كويس، فبتقول لها جينيفر انها مارست الحب اكتر من مره وعادي تدخل في الحب تاني مع اي حد وما بتسمعش كلام نيدي، وبتروح تتفرج عليهم. وبعد كده بتبدا الحفله وبيغنوا وبتبقى جينيفر مستمتعه بالغنى، لكن نيدي بتلاحظ ان في نار في المكان وبتفضل تراقب النار وهي ماشيه وبتطلع للسقف وبتولع في المكان كله، فبتولع في ناس كتير، لكن نيدي بتشد جينيفر وبتقول لها انها تعرف مكان للخروج وبتاخدها على شباك الحمام يخرجوا منه، وبتبقى جينيفر مصدومه من اللي بيحصل في الحانه وبتبقى مش مركزه. ولما نيدي بتخرجها بره الحريقه بتفضل ساكته وما بتردش عليها، فبيجي نيكولاي وبيعرض عليهم ياخدهم لمكان تاني، لكن نيدي بترفض، فبيقول لها انه يقصد جينيفر وبياخدها معاه للعربيه. وبتشوفها نيدي لاخر مره والباب بيقفل عليها، وبعدين بتروح نيدي على بيتها وبتتصل بتشيب وبتحكي له اللي حصل في الحفله وان جينيفر راحت مع فرقه لشو
الأمر. فبيقول لها تشيب إنه من البداية ما كانش مرتاح لها وإنه عاوزها تسيبها، لكن نيدي بتدافع عنها وبتقول له إنها صديقة عمرها. في الوقت ده بتسمع نيدي صوت حد تحت في البيت وبتقول لتشيب إنها خايفة وبتنزل تفتش في البيت كله، وبيبقى في خيال واقف وراها لكنها ما بتشوفهوش، وبتطمن تشيب إن مفيش حد في البيت وبتقفل معاه. لكن لما بتدخل البيت وبتقفل الباب بتحس إن في حد في المخزن، وبتروح تفتح الباب لكنها بتخاف من الضلمة وبتقفله تاني، وبتروح على المطبخ بتلاقي الحنفية بتنقط فبتروح تتأكد من قفلها، ولما بتتدير بتلاقي جينيفر قدامها لكن شكلها بيبقى مخيف جدا وبتبقى متغرقة دم من كل حتة في جسمها. وبتروح جينيفر تفتح التلاجة وبتاخد أكل منها وبتفضل تاكل بطريقة مخيفة، فبتقول لها نيدي إن مامتها جايباها من السوبر ماركت النهاردة. فبتبص لها جينيفر وبترجع في وشها حاجات سودة كتير، وبتتحرك على الأرض وبتخاف منها نيدي لما بتسمع صوتها وهي بترجع، وبتجري على التليفون تتصل على حد يساعدها، لكن جينيفر بتجيلها وبتسألها لو كانت خايفة، فبتقول لها آه، فبتضحك عليها جينيفر وبتحضنها من رقبتها. في نفس الوقت بتكون الشرطة راحت للحانة اللي ولعت علشان تحقق في اللي حصل. تاني يوم بتروح نيدي للمدرسة وبيتكلم الطلاب على الحريقة اللي حصلت في الحانة بالليل، وبيشوفوا نيدي وهي قاعدة مصدومة وما بتكلمش حد، وبيقول زمايلها إن أي حد بيخرج من صدمة زي دي بيحصل له نفس اللي حصل ده. وبعد كده بتوصل جينيفر وبيدخلوا حصة، وبتفضل نيدي تكلمها عن اللي حصل امبارح في الحريقة، وبتبقى متأثرة بسبب الناس اللي ماتوا لأنهم بيبقوا زمايلها، لكن جينيفر بتقول لها كبري دماغك وإنه كلنا هنموت والكلام ده. وبعدين بيدخل المدرس بتاعهم وبيقول لهم على الناس اللي ماتت في الحريقة، وبيبقى فيهم 6 من زمايلهم من المدرسة، وبيقول لهم إن الحانة الوحيدة اللي في البلد اتحرقت، وبيبقى متأثر بسبب حالات الوفاة الكتير اللي حصلت في الليلة اللي قبلها. وبعدها بتطلع نيدي من الفصل وبتمشي في الطرقة، بتلاقي ناس كتير من زمايلها متأثرين بسبب الناس اللي ماتت، وبتروح على تشيب تقول له إنها شك في جينيفر إنها مش كويسة، وبتقول له إن هي اللي جت لها امبارح بعد ما قفلت معاه. وفي الوقت ده بيجي واحد اسمه كولين وبيوسيها وبيقول لها إنه مبسوط إنها لسه عايشة بعد الحريقة، وبيسيبها وبيمشي. وبيقول لها تشيب إنها أول مرة يشوفها بتكلم كولين لأنه شخص غريب وما بيتكلمش غير مع الميتين بس، ودي أول مرة يتكلم فيها مع واحدة عايشة. وبعدين بنروح للجنينة وبنلاقي واحد اسمه جوناس واقف في ملعب الكورة، وبتروح له جينيفر توسيه بسبب موت صاحبه في الحريقة، وبتقول له إن صاحبه كريس قبل ما يموت قال عليهم إن شكلهم حلوين مع بعض وإنهم لايقين على بعض، وبتحاول إنها تجذب انتباهه وبتقرب منه جامد، وبتاخده معاها وبتدخل الغابة، ولما بيدخلوا بتقرب منه وبتخلع هدومها، وبتبقى الحيوانات كلها اتجمعت وواقفين يتفرجوا عليها. فبيشاور لها جونا علشان تشوفهم لكنها بتبص له وبتتحول لشيطان وبتقتله، وبيبقى المدرس بتاعه واقف جنب عربيته وهيركب علشان يمشي، لكنه بيسمع صوت صراخ جوناس فبيفتكر انه بيعيط علشان صاحبه كريس، لكنه بيشك فيه وبيدخل الغابة يدور عليه، وبيلاقيه ميت على الارض وبطنه مفتوحة والحيوانات بتاكل منه. في نفس الوقت بتبقى نيدي واقفة في المطبخ وبتسمع الراديو وفرقة لوشودر بيتكلموا فيه وانهم انقذوا ناس كتير في الحريقة، فبتكلم نيدي نفسها وبتقول ان كل ده كد وانهم ما انقذوش حد امبارح، لكن مامتها بتدخل عليها وما كانتش تعرف انها موجودة في البيت، وبتقول لها انها صحيت من النوم مفزوعة لانها كانت بتحلم بكابوس وهي معاها فيه، وبتحكي لها اللي حلمت بيه، وبتقول لها انها شافتها مصلوبة على خشبة زي المسيح، فبتقول لها نيدي انه مجرد حلم وهيعدي، وبتخاف من اللي حلمت بيه مامتها، وبتقول لها ما تقلقش عليها وانها تعرف تاخد بالها من نفسها كويس. وبتبقى الشرطة وصلت لجثة جوناس وبتاخده للاسعاف، وبتبقى مامته واقفة منهارة من العياط وبتحاول شرطية انها تهديها. وفي نفس الوقت بنلاقي جينيفر وهي بتعوم في البحر وبتطلع تلبس هدومها، وبتروح البيت وبتتصل بنيدي وبيفضلوا يتكلموا عن تشيب وانه قرب منها قوي وكده. بتفضل جينيفر تتريق عليها لان تشيب مش هو الحبيب المثالي، لكن بيجي تليفون لنيدي من تشيب وبتقول لجينيفر تستنى لحد ما ترد على التليفون، لكنها بتتضايق وبتقول لها ما تقفلش معاها. بس نيدي بتقفل معاها وبترد على تشيب، وبتلاقيه بيقول لها انه عاوز يقابلها كمان 10 دقايق في الجنينه، وبنلاقي جينيفر بتولع في لسانها لكنه بيصحى على طول وما بتتاثرش بالنار. وبتروح نيدي علشان تقابل تشيب في الجنينه وبتلاقي الشرطه عنده، فبتساله ليه الشرطه عندك في البيت، فبيقول لها ان الشرطه مش عنده وانهم في بيت جوناس لانهم لقوه الصبح مقتول في الجنينه وبطنه مفتوحه والحيوانات بتاكل منها، وبتحس وقتها بالبرد وبتقول له، فبيقرب منها قوي. تاني يوم بنشوف جينيفر وهي جميله وماشيه في المدرسه وهي واثقه من نفسها، وبيبقى الطلاب عندهم حاله اكتئاب من اللي بيحصل في بلدهم وكمان باللي حصل لجوناس وانه مات بطريقه وحشيه، وبتبقى الصحافه كلها بتكتب عن اللي حصل في الحانه وان دي هي الحانه الوحيده اللي في البلد وهي اللي كانت بتمدهم بالمتعه. وبعدين بنشوف جينيفر وهي قاعده جنب نيدي في الفصل، وبيدخل عليهم المدرس وبيقول لهم ان اللي بيحصل في البلد اليومين دول
دول بيولد الاكتئاب ليهم كلهم، وان فرقه لوشودر عملت اغنيه رسميه عن اللي حصل للبلد، وكمان اتبرعوا بجزء منها لاهالي الضحايا اللي اتقتلوا وماتوا في الحريقه. فبتتريق عليهم نيدي وبتقول امال الفلوس الباقيه هتروح لمين، لكن واحده صاحبتها بترد عليها وبتقول لها ان الفرقه عملت حاجه خيريه وان ده احساس نبيل منهم علشان يساعدوا الضحايا. بس نيدي بتشد معاها جامد وبتبدا تعلي صوتها، لكن المدرس بيهديهم وبيسكتوا، وبيبقى شكل جينيفر بقى وحش وجمالها بيروح. فبتكلمها نيدي عن حالتها، لكنها بتقول لها ان ده عادي وان اكيد بسبب قله الاكل. فبتطلع جينيفر ونيدي يتمشوا سوا في الطرقه، وبيقابلوا كولين وبيعزم على جينيفر على العشاء، لكنها بتقول له يشوف واحده غيرها وبتضايقه بكلامها، فبيبعد عنها لكنها بتعتذر له وبتقول له انه لو عايز يقابلها النهارده ما عندهاش مشكله، وانها هتبعت له عنوان بيتها في رساله على التليفون. وبيشوفهم تشيب واقفين مع بعض، وبيروح يتكلم مع نيدي وبيعزمها انها تسهر معاه النهارده بالليل في بيته، وبتبقى فرحانه جامد. وبالليل بتروح نيدي لتشيب البيت، وبيبداوا يقربوا من بعض قوي، وفي نفس الوقت بيكون كولين رايح لجينيفر العنوان اللي بعتته له، وبيلاقي بيتها في منطقه مهجوره وشكله مخيف. فبيفتح التليفون يتاكد من العنوان، وبيلاقي نفس العنوان اللي هو فيه، وبينزل من العربيه يخبط على الباب لكنه بيلاقيه مقفول جامد، وبيروح على الشباك يبص لجوه وبينط منه، وبيطلع للدور التاني يشوفها موجوده ولا لا، لكنها بتظهر له فجاه من وراه وبتخض وبتبدا تقرب منه وبتخلعه هدومه. وفي نفس الوقت بتكون نيدي وتشيب قربوا من بعض قوي، وبتتحول عين جينيفر لشكل تاني، فبيخاف منها كولين وبيبعد عنها، لكنها بترجعها تاني لطبيعتها وبتقرب منه، وفجاه بتضربه في بطنه وبتفتحها. وفي نفس الوقت بتكون نيدي قريبه من تشيب وبتحس باللي جينيفر بتعمله، هو بتتخيل بدم في السقف، وبتشوف جوناس واحمد صاحبها قاعدين قدامها، فبتنهار من العياط وبتزعق تشيب بعيد عنها. وبعد كده بتنزل تركب عربيتها وبتجري على الطريق تروح على البيت، لكنها بتدخل من طريق الغابه المخيف، وبتتخيل بجينيفر صاحبتها قدامها، فبتحاول تفاديها وبتقف، وبتلاقي جينيفر نطه على عربيتها فجاه، فبتكسر لها الازاز. وقتها بتهرب منها نيدي على البيت بتاعها، فبتروح تدور على مامتها لكنها ما بتلاقيهاش، فبتطلع على الكنبه وبياخدها النوم. ولما بتصحى بتدخل اوضتها تغير هدومها وتنام على السرير، لكن بتلاقي جينيفر وراها، فبتتخض منها وبتحاول جينيفر انها تهديها، وبتقرب منها وبيحصل بينهم حاجات مش كويسه مع بعض، بس نيدي بتفوق من اللي بتعمله وبتبعدها عنها. وبتبدا جينيفر تحكي لها اللي حصل يوم الحنامه ولعت، فبتقول لها انها بعد ما ركبت معاها وخدوني للغابه سالتهم عاوزين تعملوا معايا ايه، قالوا لي انهم هيمنعوني وبعدين ودوني لمكان مهجور في الغابه ونزلوني من العربيه غصب عني، وبعدها خدوني عند الشلال وربطوني باحبال على الارض، وبدا يقولوا طقوس وكلام عن تعويذ شيطانيه. وبتطلع فرقه لوشودر اصلا بتتبع الماسونيه وبيعبدوا الشيطان، وبيقدموا بنت عذراء كقربان للشيطان علشان يحقق لهم اللي نفسهم فيه. المهم بعد ما قالوا التعويذه مسك نيكولاي سكينه وبدا يضربني بيها في بطني لحد ما مت. وبعدين بنرجع لجينيفر وهي بتحكي لنيدي، وبتسالها نيدي ازاي انت عايشه طالما نيكولاي قتلك بالسكينه، فبتقول لها انا عايشه لان الشيطان لقاني مش عذراء، والبنت اللي الشيطان بيلاقيها مش عذراء بدل ما بياخدها بيلبسها، وان انا دلوقتي الشيطان جوايا. وبعدها طلعت من عندهم وقابلت احمد صاحبنا وهو ماشي لوحده في الغابه، فسالته حد يعرف انك لسه عايش، فقال لا، فاخدته معاها لجوه الغابه وقتلته. فبتخاف نيدي منها وبتطلب منها انها تخرج وتبعد عنها، فبتقوم وبتروح ناحيه الشباك تفتحه، فبتستغرب نيدي انها رايحه ناحيه الشباك مش الباب، فبتسالها انا طلبت منك تخرجي ليه رايحه ناحيه الشباك، فبتقول لها علشان اخرج. وبعدها بتنط جينيفر من الشباك، فبتجري وراها نيدي تبص عليها لكنها ما بتلاقيهاش في اي مكان حواليها. وتاني يوم بتكون مراسم الدفن بتاعت كولين، والجماعه اللي بيتبعوه بيبقوا زعلانين علشان مات، وبيقولوا ان زمانه طاير مع الملائكه فوق، فبتقوم مامته تقول لهم انه مش طاير مع الملائكه ولا حاجه، وانه موجود معاهم على الارض في وسط تابوت خشبي وهيندفن تحت 9 متر في الارض. فبيتضايق الناس اللي معاه في جماعته وبيقوموا يمشوا، وبتبقى نيدي موجوده في الجنازه وبتشوف مامته وهي منهاره، فبتروح لمكتبه المدرسه وبتدور على كتب عن الشياطين، وبتعرف ان كلام جينيفر صح، وان السبيل علشان تخرج من اللي هي فيه انها تمسك السكينه وهي ضعيفه وتحطها في قلبها علشان تموت، وان انسب وقت تبقى ضعيفه فيه انها ما تكونش قتلت حد تاني واكلت منه. وقتها بيجي لها تشيب وبيعزمها على حفله بالليل، وبيقول لها انه اشترى لها تذكره هي كمان علشان يروحوا سوا، فبتفكر ان جينيفر هتروح هناك للحفله علشان تصطاد ضحيتها اللي جايه، وبتطلب من تشيب انها تقعد تتكلم معاه، وبيطلعوا يقعدوا مع بعض، وبتقول له ان جينيفر شيطان، وبتحكي له اللي قريته عنها، لكن تشيب بيبقى مش مصدق كلامها وبيقول لها ان مفيش حاجه من دي موجوده، فبتطلب منه نيدي انه ما يروحش الحفله علشان جينيفر ما تختاروش. وبالليل بتجهز نيدي نفسها علشان تروح الحفله، وبتلبس فستان وبتشيل النضاره بتاعتها، وفي نفس الوقت بيكون تشيب بيجهز نفسه علشان يروح الحفله هو كمان، وبتدخل عليه مامته وبتساله عن نيدي، لكنه
بيقول لها انها في الحفلة من بدري، فبتطلب منه مامته انه يتصور صورة مع اخته يمكن تطلع اخر صورة ليه، وبتبقى خايفة عليه. فبينزل تشيب يتصور مع اخته اخر صورة، وبتكون مامتهم اللي بتصورهم، وبيبقى كل الناس في البلد بيتصوروا اخر صورة ليهم علشان بيبقى اهاليهم خايفين ما يشوفهمش تاني. وبعدين بنلاقي جينيفر بتجهز نفسها هي كمان علشان تروح الحفلة، وبنشوف نيدي وهي واقفة في الحفلة بتدور على جينيفر، لكنها بتتخيل بواحدة واقفة وبتفتكرها هي، فبتروح علشان تشوفها لكنها بتلاقيها واحدة تانية، وبتعرف ان جينيفر لسه ما وصلتش. لكن في نفس الوقت بيبقى تشيب ماشي في الغابة علشان يروح للحفلة، وبنشوف جينيفر وهي وراه، لكنه لما بيبص ما بيلاقيش حد، وبعد ما بيدير وشه بيلاقيها قدامه فبيتفاجئ بيها، وبتحاول انها تكرهه في نيدي، فبتقوله انها ما بتحبوش وانها كانت بتحب كولين، والدليل انها كانت بتتكلم عليه كتير وبتسأل عنه. ووقتها بيتأثر تشيب بكلامها وبيفكر فيه، وبتبدأ جينيفر تقرب منه وبتطلب منه يروح معاها للبيت الموجود في الجنينة. وبعد ما بتقوله انها بتحبه وانها بتحاول تقوله كده من زمان، لكنه ما بيبقاش واخد باله، وبتبقى نيدي قلقانة على تشيب لانها بتحس باللي جينيفر بتعمله معاه، وبتجري تروح له على البيت. فبتدخل تسأل مامته عليه، لكنها بتقول لها انه راح الحفلة من 10 دقايق عن طريق الغابة. وبتجري وقتها نيدي في الغابة تدور عليه، وبتوصل للمكان اللي كانوا واقفين فيه من شوية، فبتلاقي وردة وبتعرف انهم كانوا موجودين هنا، وبتسمع صوت تشيب وهو بيصرخ لان جينيفر بتكون اغرته ومقعده فوق بركة، وبتقول له انها عاوزة تنزل تعوم فيها، لكنه بيقول لها تبعد عنه، فبتمسك فيه جامد وبتوقعه في البركة وبتفضل تغرق فيه، وبعدها بتعضه من رقبة. لكن نيدي بتكون وصلت في البيت وبتحاول انها تنقذه، فبترجع لورا وبتنط في البركة على جينيفر وبتمسكها تغرقها في المية، لكن جينيفر بتغرق وما بتبقاش باينة، فبتروح نيدي علشان تنقذ تشيب، فبتحاول توقف النزيف اللي في رقبته، بس جينيفر بتظهر مرة واحدة تاني وبيديلها تشيب علبة ترش بيها في عينيها علشان ما تشوفهمش، لكنهم ما بيبقوش عارفين انها ما بتتأثرش بالكلام ده كله لان جروحها بتتداوى بسرعة وما بتفضلش زي الاول. فبتروح جينيفر تهجم على نيدي وبتعضها من رقبتها تعورها، لكن نيدي بتبعدها عنها وبتزقها فبتقع على الارض، وبتحاول نيدي انها تضرب جينيفر لكنهم بيشوفوها وهي طايرة في الجو وبتهرب منهم. وبتسألها نيدي اشمعنى تشيب اللي اختارته، فبتقول لها انها طول عمرها بتسرق العابها وعشان كده حبت تنتقم منها. فبتمسك نيدي عصاية حديد وبتضرب جينيفر في بطنها، فبتحس ان صداقتهم انتهت وقتها، وبتهرب من الشباك وبتزعل ان نيدي ضحت بصداقتهم علشان حبها. اما تشيب فبيبقى تعبان جامد بسبب النزيف وما بتقدرش نيدي توقفه، وبيقول لها انها جميله في الفستان ده النهارده وبعدها بيموت. وقتها بتزعل نيدي جدا وبتنام جنبه وهي متاثره بموت حبيبها، وبتروح على البيت بتاعها وبتنام على السرير وبتبقى بتفتكر في حبيبها تشيب، وبتبقى حالتها لا يرثى لها، وبتبقى متبهدله جدا بسبب اللي حصل لها من جينيفر وانها وقعت في البركه. وبعدين بتلاقي نفسها بقت بتكره جينيفر صاحبتها، وبتقرر انها تروح تنتقم منها، فبتغير هدومها وبتاخد مشرط من اوضه المخزن بتاعهم وبتمشي. وبتبقى جينيفر نايمه في اوضتها، وبنلاقيها وهي ماسكه صور اصحابها اللي في المدرسه علشان تختار الضحايا بتوعها، وبنلاقيها معلمه بقلم على كل واحد اتقتل وبتنقي اللي عليه الدور في القتل. لكن بتحس ان في حد بيراقبها، فبتبص على التلفزيون تتفرج على البرنامج اللي متابعاه، وبعدين بتطفي النور وتقعد على السرير. ووقتها بتنط نيدي من الشباك وبتقعد فوقها وهي ماسكه مشرط في ايديها علشان تقتلها بيه، لكن جينيفر بتدافع عن نفسها وبتحاول انها تحوشها، وبتسالها ليه عايزه تقتل صاحبه عمرها، فبتقول لها علشان انت قتلتي حبيبي تشيب وهو ما كانش ليه ذنب في اي حاجه، وكمان قتلتي ناس كتير كانوا ابرياء. فبتاخدها جينيفر وبيطيروا في الهواء، لكن نيدي بتشوف السلسله بتاعه الصداقه بتاعتهم متعلقه في رقبتها، فبتسحبها وبتقطعها منها. وبعدين بتقع جينيفر على السرير وبتنزل فوقها نيدي وهي ماسكه المشرط، وبتكتفها وبتقتلها في قلبها. فبتقول لها جينيفر ليه بتضربيني في صدري، فبتقول لها نيدي انه قلبها مش صدرها. وبكده بتموت جينيفر وبيموت الشيطان جواها. لكن مامي جينيفر بتدخل عليهم وبتلاقي بنتها ميته ونيدي قتلتها، فبتقعد تصرخ وبتشيل بنتها وبتفضل تعيط عليها وبتسال نيدي ليه عملت كده. لكن نيدي بتبقى مش هاممها لانها بتبقى اتغيرت من الاول، وبتدخل السجن لكنهم بيلاقوها تعبانه نفسيا، فبيدخلوها المصحه وبتروح تتعالج. وبتكمل نيدي قصتها وبتقول انها اتغيرت عن الاول، وانها اكتسبت قدرات جديده بسبب جينيفر لما عضتها، وان الشيطان لما يعض حد بينقل له بعض القدرات من عنده. وبنشوفها وهي طايره في الجو وبتروح تكسر الشباك بتاع اوضتها وتهرب منها، وبتطلع على الجنينه فبتلاقي سلك حديد محطوط سور فبتقطعه بايديها، وبتخرج على الطريق الرئيسي فبتحاول انها توقف عربيه لانها بتبقى ناويه تروح تنتقم من اللي عمل كده في صاحبتها من البدايه وهي فرقه لوشودر. فبيوقف لها واحد كبير بعربيته وبيسالها رايحه فين، فبتقول له انها رايحه تحضر حفله لفرقه لوشودر، فبيقول لها انها فرقه كبيره ومشهوره وان ده اختيار كويس. فبتقول له ان الحفله بتاعتهم النهارده هي اخر حفله ليهم في حياتهم، لكن الراجل ما بيبقاش شاكك في حاجه وما بيركزش في كلامها. وبنشوفها وهي ماشيه معاه
معاه رايح ناحية المدينة علشان تروح تنتقم من فرقة لوشودر، وبيبقى في يافطة في الطريق متعلقة باسم فرقة لوشودر. وهنا بيخلص فيلمنا النهاردة، ونشوفكم في فيلم جديد، وسلام.